شكرا للزميل العزيز احمد خليل. حضرات المشاهدين الكرام اينما كنتم اسعد الله اوقاتكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. اجواء كوبا امريكا في نسختها رقم 46 وبتنظيم البرازيل تعطيكم الليله عبر قنوات بي سبورتس. هذه المباراه بين تشيلي واليابان في استاد مورومبي بمدينه ساو باولو. هذا الملعب الذي اتسع ل 80,000 متفرج. اليابان مشاهدينا الكرام طبعا وتشيلي متواجدين ضمن المجموعه الثالثه التي تضم كذلك منتخبي الاوروغواي والاكوادور. الاوروغواي سحب الرقم القياسي في الفوز بلقب هذه البطوله 15 مره، سحق الاكوادور باربع اهداف لصفر. اليابان للمره الثانيه بعد 1999 ياتي ضيف بدعوه من اتحاد امريكا الجنوبيه الكوميبول. وتشيلي مشاهدينا الكرام هو حامل لقب اخر نسختين للمنافسه، وبهذا المدرب رينالدو رويدا الكولومبي. الدفاع لواتسا وكاري ميدال، ثلاثي وسط الميدان ارانجيز ساندو، التحضير وامكانيه الاختراق. وهذا ميسي الكره اليابانيه امامنا، يعدي بوسيجور، بوسيجور اللي وزع التغطيه الدفاعيه حكم مساعد اول ادواردو كاردوزو، وهذه كرة من أليكسيس سانشيز بعيدة. سانشيز خبرة السنين الطويلة في ليلة وبيدال قرفع رفع طويلة منه تانو. التسويب رد المفاجأة ناكاجيما، ناكاجيما التسويب. ماوريسيو إيسلا يوزع مرتدة الكرة صفر هنا في مورومبي، وهذه الهجمة يوزع حاضر، وهذه كرة طويلة وبالراس، بالراس نيات اليابانية بسرعتها القوية. إيسلا يوزع أوفيدال على الثاية. ثلاثة للتشكيلة اليابانية. أوساكو يلعب بالنار لكنه مر بإمكانية هجومية أخرى. كورة ماوريسيو، كورة في ظهر كاري ميدال وتدخل الكرة هجوم لأليكسيس سانشيز، والحكم يأتي المقابل. أرانجيز، أرانجيز بالرأس. بوسيجور فيها جول، فيها جول، فيها جول. غدا تتابعون مباراة البرازيل وفنزويلا. أرانجيز، أرانجيز و فيدال لليمين، وهذه الكرة وين؟ لمنتخب تشيلي، وتعدي سانشيز مرة أخرى. أي 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 ناكاجيما يوزع والركن. سانشيز لمسة ولا بالأحلام. والحارس الأول، وهذه كرة براس. فوق الجميع ويأتي الهدف الأول لمنتخب تشيلي، ولعها أرانجيز شعللها بولجار فرفان. بولجار فرفان يتفوق براسه، كان فنان. وهذه الإعادة يغارد الحارس أوساكو ويأتي الأسبقية تشيلي. واحد بلاش عادل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول. معيدة ليب، وهذه كرة جول غريبة، كرة سهلة لأزاي أويدا، هدف التعادل يذيع لمنتخب. وهذه هجمة أرانجيز ليوزا أوه الجار في الدقيقة 41. لكم مني أجمل تحية
فانتظار العودة بكم عند ضربة بداية الشوط الثاني. سأعود بالصورة والصوت للأستاذ التحليلي والكلمة للزميل العزيز أحمد خليل. كورة لفارغاس السابع الرابع جول
الجريس بالرباية يعادل منتخب تشيلي أرقام الأوروغواي ضد الإكوادور 4-0 يا السادة. هدفين لإدواردو فارغاس هو القناة.